رابع قفل السؤال ده، او يعني حتى لو بشكل مؤقت، يعني شايف انه رجوع كهربا وفعاليه كهربا، انا مش عايز اقول رجوع لانه شايف كهربا لسه ما رجعش برضه، انا مع كل احترام للناس كلها شايف انه امكانيات كهربا اكبر بكتير من الشكل اللي هو ظهر بيه، لكنه على مستوى الفعاليه الحقيقه رجوع كان مفاجاه للجميع بما فيهم انا شخصيا، قدرته على المساهمه في الصناعه والتهديف. لما تكتمل القوه بتاعتك في لعيبتك الاساسيه وفي الفورمه بتاعتهم، هيظهر وجود كل من عنده كوره منهم كهربا. يعني كهربا عنده كوره، عايز الاطراف بتاعته تشتغل كويس قوي، عايز البلاي ميكر بتاعه يجي يعمل على السيستم معاه ويكمل، هو بيعرف يترجم بسرعه. في كوره في ماتش الكاميرون، مع احترامي للمنافس يعني، وهي جايه له راح عملها له قفشه، راح واخدها على طول في الجول. في واحد تاني يقول لك يروح واخدها ومحضرها ويفكر هيعمل شوط ولا هيعدي ولا لا. هنا الراجل عشان كده بقول لك ايه، عمل لنفسه حاله حضور وصلته لمنتخب مصر. فده كهربا، وكهربا لعيب، في لعيبه تقيم وفي لعيبه لا تقيم يعني، انما الحاله البدنيه بتاعته عامله ازاي، اصابته فيها شكلها ايه، مش عارف، هو ده اللي يخليه دايما كهربا هيبقى موجود ولا مش موجود. انما كهربا اساسياته وكورته كره عاليه جدا. لما بينزل جنبه محمد شريف، ببص الاقي محمد شريف ده فوق كمان، لان معاه لعيب جنبه بيلعب كوره كويس. عبد القادر لما بيبقى احمد في مستواه، الدنيا كمان بتكمل. ايوه بيعدي سهل جدا، يروح يعملها بالعرض كده، لاقي حد علي معلول لما بيوصل المنطقه دي ويعملها بالعرض جول. فانت تخيل الدنيا بتبقى عندك من انصاف وحلول صغيره جدا، انت تقدر تكسب اي مباراه بتلعبها مع اي حد على فكره. والاهلي اثبت قدام ريال مدريد كده، 40 دقيقه عندك كنت تقدر تكسب 2 3 فيهم، انت اللي ما كسبتش. انت اللي فرطت. انت لما رجعت بقيت 2 2 وقفشه ضايع الكوره، انت اللي جالك بريك داون، ما ركزتش بقى. ايوه صعبه برضه، زهقت. صعبه يعني صعبه، لا زهقت طول الماتش بلعب ريال مدريد، وجات لي الفرصه وانا ما عملتهاش. ايوه خلاص وقفت بقى، ريال مدريد راحت بثلاث اربع كور داسوا عليك في خط ال 18، ما هي الحكايه فرصه، او الحكايه بتبقى كوره واحده مثلا او حاجه زي كده. انما البيز عندك ولا ما عندكش؟ لا الحقيقه عندك، بس برضو انت نوهت على حاجه كده في الاول. لا في حاله لازم أيوة. تتظبط، وفي فيديوهات لازم تتفرج، أيوة. وفي اخطاء لازم نتعلم منها. صح، متفقين.